sauna. التواجد ديالنا اليوم تجسيدا وتنزيلا لمخرجات البيان الوطني للحركة الأخير الداعي إلى خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 19-20 نوفمبر، والمرفوق كما ترون بوقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية وزارة الصحة. خروجنا للشارع مرة أخرى أولا تنديدا واستنكارا لما تعرض له الزملاء الممرضين وتقني الصحة خلال وقفة أمام وزارة الصحة يوم 14 نوفمبر من قمع وتعنيف سابق للأسف الشديد سابقة في نوعها، مقاربة أمنية مرفوضة بتاتا في حق أطر تمريضية واجهت الجائحة منذ بدايتها في شهر مارس، وما زالوا لحد الساعة مرابطون في الخطوط الأمامية بدون تحفيز لا مادي ولا معنوي، حرمان من الرخص الإدارية، شيء يحز في الناس للأسف الشديد. كذلك هو تعبيرا وتجديدا كذلك لمطالبنا التمريضية الكبرى الأساسية والتي نعتبرها حقوق أساسية لا تنازل عنها. اليوم جئنا لنعبر بشكل كبير على القمع الذي تعرض له زملاؤنا الممرضون في أمام وقفتهم السلمية والتي تحترم جميع قواعد البروتوكول الصحي التي تدعو له طوارئ الصحية والتي تدعو له وزارة الصحة، حيث تم تفريقهم بالقمع والسب والشتم، وهذا لا نرضاه ولن نرضاه أبدا. كنا نظن أننا تجاوزنا مرحلة من مراحل القمع والاستبداد والشتم والسب، فإذا بنا نصدم في ذاك اليوم، نصدم بالمهزلة التي قامت بها القوات العمومية لتفرقة تلك المظاهرة أو الوقفة البسيطة جدا والتي لم يكن هناك فيها أي مشكل أو أي شيء من هذا القبيل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.